ما اقدرش اقول لك عوده المسلسلات ذات القيمه والثقل التاريخي للشاشه الرمضانيه، هبقى بقول لك حاجه مصطلح مش في محله او الجمله مش في محلها، لكن اقدر اقول لك استمرار نجاح للمسلسلات ذات القيمه والثقل التاريخي، استمرار نجاح، لانه فتره طويله جدا حصل رهان، انا اظن الرهان الخائب او الرهان الخاسر على انه المسلسلات الملحميه او المسلسلات البطوليه او المسلسلات التاريخيه او المسلسلات ذات الثقل التاريخي لا تلقى بترحيب ولا تحقق مشاهده ولا تؤدي الى اي نجاح يذكر. فما دخلنا كنا لو تتذكروا في دوامه مسلسلات سيئه لابعد الحدود، سيئه يعني سيئه في كل حاجه، سيئه في اخراجها وسيئه في سيناريوهاتها من غير ما حد يزعل، وسيئه في ادائها التمثيلي وسيئه في الحوار وسيئه في كل حاجه يعني. ويمكن ابقى انا راجل اذا كنت بشوف بعين المشاهد العادي فابقى يعني نقدي شديد حبتين. طب خلونا ناخد الموضوع ونروح على نقادنا الكبار زي ناقدنا الفني الكبير والمحترم صديقي القديم عبد الله غلوش. ازيك يا استاذ عبد الله؟ ازيك يا استاذ يوسف؟ ما فيش بقى استاذ ولا حاجه، مش كده برضو يعني؟ صح. انا فرحان معاك والله، وانا رمضان، ويعني فرحان اني سمعت صوتك بقالي كتير، وسمعت وانا انت عارف انا بحبك قد ايه كده، ويعني القلوب عند بعضها، وكل سنه وانت طيب وكل اللي بيشوفونا طيبين وانت بالصحه والسلامه يا رب. لا يعني المفروض احنا يعني المفروض المكالمه ملهاش لازمه بعد اللي انت قلته بقى. لا يا عم ازاي ازاي اللي انت قلته ده صح، هو فعلا استمرار الحقيقه. ما ينفعش نقول ان السنه دي بس، لا احنا بقالنا كام سنه الحقيقه بنعمل اعمال حلوه، السنه دي استمرار، والسنه دي ظهر ده بوضوح كمان. احنا اول يوم طبعا صعب ان احنا لسه نحكم وما شفناش كل المسلسلات، لان اتعمل فينا مقلب السنه دي كده، فكره ان المسلسلات كلها اول يوم كان بقالنا كام سنه بيبقى اليوم اللي قبل رمضان ممكن كام مسلسل نخطفه كده يتعرض، لكن السنه دي كل المسلسلات بعد الفطار، فما لحقناش نشوف كل المسلسلات، لكن من البروموهات ومن الحاجات اللي احنا شفناها من بعد الفطار لغايه دلوقتي في حوالي 9 مسلسلات 12 مسلسل اتعرض. لا الكواليتي حلو، مخرجين كبار رجعوا تاني يشتغلوا، الصوره هايله في كل احنا انا بتفرج على افلام مش بتفرج على المسلسلات، فكره الدراما كانت دايما عند الناس ليها كواليتي تصوير معين، ولا احنا انا بنتفرج على فيلم سينما بس في شكل مسلسل الحقيقه. صحيح. فانا متفائل، مش عايز اتفائل زياده عشان برضو احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل، بس اللي انا شايفه لغايه دلوقتي لا الحقيقه كله كويس جدا، عندنا كمان في تنوع كبير جدا، يعني على الفطار مثلا اتعرض 3 مسلسلات كوميدي، الثلاثه احلى من بعض الحقيقه، ان كان في بيتنا روبوت 2 وفكرة زومبا ولذيذ وشيماء سيف وعمرو وهبة وقد ايه الأطفال مرتبطين معاهم من الجزء الأول. صح. في نفس الوقت بتعرض الكبير 6، اللي عجبني في أحمد مكي في الجزء ده تحديدا، طبعا أحمد مكي وحشنا والكبير ده مرتبط عند جيلنا وعند الأصغر مننا والأكبر مننا، دايما بيحبوا أحمد مكي في الكاركتر ده في الثلاثة، إن كان جوني أو حزلقوم أو الكبير. انا عاجبني ان احمد مكي رجع لاصل الحكايه، يمكن الجزء الخامس شويه احمد مكي بعد شويه وسافر وما بقاش الستايل الكبير اللي احنا ارتبطنا بيه في اول 4 عايزاه. انا عاجبني هدرس وكل وفزاع والدكتور ربيع، كل الكاركترات الحلوه اللي احنا اتعودنا عليها من الكبير كان حلو كمان. مكتوب عليا احمد، انا شايف ان اكرم حسني هيبقى من مفاجات السنه دي. بص هو دايما ايه، ايوه الحكم لسه بدري وكل ده، بس انا رايي مجروح في اكرم دايما، الانطباع الاول يدوم والحلو بيبان من اوله، فانا شايف مكتوب عليا حلو. عجبني فكره الربط اللي عمله ما بين الدوم كبرنامج كبير لاكتشاف المواهب وبرنامج مصر لاكتشاف المواهب، وانه طالع كانه هو طالع شاعر وبيقدم في الدوم، فعجبني الربط ما بين البرنامج وما بين المسلسل. فاكرم حسني كمان فهد حلوه، دايما اغانيه مختلفه وبيعمل حاجات مختلفه، فانا عجبني ده الكوميدي. بعد كده عندك في لايت كوميدي بقى، مش كوميدي للصرف، في عندك يسرى عامله كده، في خالد النبوي، يعني يسرى في احلام سعيده، ولو اني زعلان شويه من المخرج الكبير عمرو عرفه. ليه؟ في فكره انه
انا كنت حابب النهارده اتفرج على كل اعرف كل الناس في المسلسل، يعني كنت حابب اشوف غادة عادل، كنت حابب اشوف مي كساب، كنت حابب اشوف شيماء سيف مع يسرا. طبعا يسرا يعني ايوه كفايه وجودها لوحدها وكل حاجه، بس انا كنت حابب اشوف باقي الكاركترات. فالحلقه الاولى النهارده كانت متركزه اكتر على يسرا، بس بدايه حلوه، عجبني جدا البنت اللي شغاله عند يسرا في البيت، وجه جديد انا للاسف مش عارف اسمها، بس بنت يعني شايفها مبشره جدا هتبقى كويسه. في نفس ستايل اللايت كوميدي، وطبعا كفايه ان عليه اسم الراحل اللي وحشنا كلنا اسامه انور عكاشه، مسلسل خالد النبوي راجعين يا هوا، ده كمان من الحاجات الهايله السنه دي واللي هتبقى كويسه جدا. انا عاجبني كمان السنه دي الحقيقه في الدراما فكره اهتمام بالشباب، احنا يعني قعدنا فترة ما نخاطبش الجيل ده، ما نخاطبش الصغيرين، ما نخاطبش يعني بيبقى دايما ايه، نقول ان الدراما دي ستات البيوت والناس الكبار هم اللي اتفرجوا، لا احنا أيوه. في مسلسلات كاملة رايحة للناس دي وبتخاطبهم وبالمفردات بتاعتهم وبكل ده، منهم مثلا مسلسل دايما عامل لمصطفى شعبان، ده كمان من الحاجات الحلوة، مسلسل كوميدي مورينا المدارس بشكل جديد ما شفناهوش قبل كده، فده كمان من المسلسلات الحلوه. عندك سسبنس في كذا كذا كمان مسلسل، في ملف سري هاني سلامه، ده برضو هاني سلامه جديد، فكره انه مستشار وقاضي ما عملش الكاركتر ده قبل كده. انا عاجبني مثلا، انا يمكن السنه اللي فاتت ما عجبنيش مسلسل رام حجاج الحقيقه، أنا السنة دي عجبني أول حلقة في يوترن وحاسس إن المسلسل حلو، وشفت من البرومو حاسس إنه مختلف عن السنة اللي فاتت وهيبقى كويس. طبعا عودة توفيق كذا حد حبيب. كذا حد من ضيوفنا عبد الله لما نيجي نسأله على يوترن تحديدا فيرد نصا، يعني أنا سمعت ده من أربع أو خمس نقاد، إنه ريهام حجاج محتاجة مخرج يعرف يستخدم موهبتها بشكل سليم. ده أكيد، وده اظن ما فيش احلى من سامح عبد العزيز يعمله ده، وهو موجود هايل 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 يعني. كمان من المسلسلات الحلوه قوي واللي بقول للناس اتفرج عليها، وبرده من البدايه كده مبشر جدا، مسلسل المشوار لمحمد رمضان ودينا الشربيني، هيبقى من المسلسلات المهمه. بص يعني المسلسلات كلها حلوه، بس انا لو تسالني على اللي انا اتفرجت عليهم اكتر مسلسلين عجبوني المشوار، وعجبني كمان فاتن امل حربي، وفاتن امل حربي ده من المسلسلات المهمه واللي هيترتب عليه حاجات كتير بعد رمضان. زي ايه؟ بجد. حاجات كتير في قانون الاحوال الشخصيه تحديدا. لانه احنا بقالنا كتير فكره الحضانه التعليميه للستات والست اللي ما تبقاش عارفه تدخل ولادها مدارس، مشاكل كتير الحقيقه المسلسل مركز عليها. يعني انا بقول نيلي كريم ويلكم باك، لانه يعني دي نيلي كريم بقى اللي احنا اتعودنا عليها، ودي اللي بتناقش قضايا مهمه، وانا شايف ان المسلسل ده هيعمل رد فعل قوي وهيترتب عليه حاجات كتير في قانون الاحوال الشخصيه تحديدا. عظيم جدا. طب ايه اللي لفت نظرك في المشوار وقلت انا ادعو المشاهدين لمتابعته؟ بص يعني المخرج لما يبقى هو المسيطر مش البطل اللي مسيطر. أنا بحب محمد رمضان، هو ممثل ناجح وكل حاجة، بس أنا كنت دايماً في المسلسلات بتاعت محمد رمضان ومن الأول ومن أول حلقة ومن قبل أول حلقة ومن البرومو بحس إن محمد رمضان هو اللي مسيطر على اللوكيشن، هو اللي بيقول كذا، هو اللي عايز يعمل إفيهات معينة، عايز يقول جمل معينة، عايز يطلع بالتوبلس والحاجات، يعني في ستايل كده لمحمد رمضان هو كان بيحبه. ده انا مش شايفه في اول حلقه، ومش شايفه في البرومو، ومش شايفه في حاجات كتير، يعني اعتقد ان شاء الله انه هيبان كمان في الحلقات الجايه ان محمد ياسين هو اللي مسيطر في المسلسل ده، مش البطل هو اللي مسيطر. فانت عندك ثقه في انه محمد ياسين هيقدر بتعامل مختلف مع رمضان يطلعوا حاجه احلى، يوجه محاضر رمضان لحته جديده هو ممكن ما يكونش شايف نفسه فيها. لكن انا كمان ابطال كتير مهمين في المسلسل، يعني مش بس القصه جلده، ومش ده في المسلسل بس، وده من احسن الحاجات اللي موجوده السيزون ده الحقيقه، انه فكره البطل اللي هو كنا برضو عانينا فتره كبيره من فكره انه البطل يعني من الجلده للجلده، انا ما ينفعش حلقه ما ظهرش فيها 10 مشاهد البطل. لا انا في مسلسلات، انا بقول لك مثلا مسلسل يسرا ما في ثلاث ابطال معاه ما ظهروش النهارده اساسا.
فده في انتظار الباقيين خلال الحلقات الجايه ان شاء الله باذن الله. عبد الله انا سعيد جدا 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 بالمكالمه، عشان احنا ما سمعناش صوت بعض من زمان وما تقابلناش برضو من زمان اكتر، ومهم جدا جدا هيبقى بالنسبه لي ان احنا نتقابل في رمضان ده باي شكل من الاشكال.